تنظيف المسبح، رشه بمادة الكلور، تفقد علب الإسعافات الأولية والعديد من الإجراءات الأمنية يقوم بها القائمون على المسابح استعداداً لاستقبال الأطفال. ومن السلامة تاع الأطفال تاعنا أن في كل يوم صباح نديروا تيست للمياه الحوض المسبح باش نعرفوا شحال راهي البي اش بلس، شحال راهو البي اش موان، واسكو ناقص كلور ولا ماشي ناقص كلور. الكلور لازم بالطبع لازم يكونش بكثافه كبيره وين يقدر ياثر على الطفل. عندنا ثاني مراعاه حراره المسبح والجو الداخلي للمسبح باش ما يكونش تغيير كلي ولا تغيير كبير من ناحيه الحراره في جسم الطفل. الداخل يكون لازم يكون 25 دوغري، وكي يخرج ما لازمش يكون يتلاقى الطفل مع شونجمون كبيره، يقدر يكون برا الجو اكبر من حراره المسبح، وفي الفيسيار سي كيف كيف. الانزلاقات والسقوط على ارضيه المسبح هي من الحوادث الشائعه عند الاطفال، وهو ما يقابله القائمون على المكان بتكثيف الحراسه وتجهيز ادوات الاسعاف كنوع من الاجراءات الاحترازيه. من أكثر المخاطر اللي يتعرضوا لها الأطفال في المسبح هي الركض، يعني الجري، الدراري صغار واحد يجري مر واحد، وهذوما أكبر المخاطر اللي يتعرضوا لهم الأطفال في المسبح. نجريهم بلي كوتش تاعهم، كل كوتش يحكم لي زاتلة تاعو ويدير لهم تعليمات ويفيتيو كاع المخاطر هذه. ودوكا عندنا سيزون فيستيفال، موسم اصطيافي، راح نستقبلوا عدد كبير من الأطفال وإن شاء الله نكونوا في الخدمة. مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي ودخول فصل الصيف، تصبح المسابح قبلة الكثير من الأطفال، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان جو مريح وخال من الحوادث.